على الرغم من تخلي أرقام التضخم عن أعلى مستوياتها لعقود في بعض الاقتصادات، إلا أنها لا تزال مثيرة للقلق مع استمرار تصاعد ضغوط الأسعار الناجمة عن توصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. التضخم المرتفع يظل ذا قاعدة جغرافية واسعة، حيث قادت الأزمة الأوكرانية أسعار الطاقة والغذاء إلى مستويات تعد الأعلى على الإطلاق. ورغم مؤشرات على تراجع أسعار الجملة للطاقة والأغذية، إلا أن الأسعار للمستهلك لا تزال مرتفعة وتتحرك حول معدلات قياسية. تراجع أسعار الجملة حالياً جاء نتيجة لضعف الطلب العالمي، إلا أن انتقال تراجع الأسعار إلى المستهلك يحتاج لمزيد من الوقت. الفئات الفقيرة كانت الأكثر معاناة من التضخم الذي امتد إلى كافة السلع والخدمات حول العالم، حيث يحد الغلاء من القدرة على الإنفاق ويزيد من معاناة الأشخاص للوفاء بتكاليف المتطلبات الأساسية مثل الطعام والسكن. توقعات باستمرار مستويات التضخم خلال السنوات القادمة نتيجة لسياسة التجديد النقدي التي انتهجتها البنوك المركزية، وذلك على الرغم من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يؤدي إلى تفاقم الضغط على الدخل الحقيقي. الأزمة في أوكرانيا متهم رئيسي في موجة التضخم، لكنها ليست الوحيدة، فالموجة التضخمية تعود بالأساس إلى ضخ حزم لتحفيز الاقتصاد خلال أزمة كورونا. التوقعات كانت تشير إلى أن التضخم سيتحرك في نطاق محدود تستطيع الاقتصادات استيعابها سريعاً، وجاءت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي أضرت بسلاسل الإمداد لتعزز الضغوط التضخمية. ورغم مساعي الدول لمواجهة التضخم، إلا أن عدم وضوح أجل لانتهاء الحرب يقلص من تأثير تلك المساعي.